آسيوي بعد الرجوع طبعا للفيفا وليس إشارة نقل المنتخب الإماراتي من مجموعة قطر تحديدا إلى مجموعة الكرة الكعبية. خطر على المنتخب السعودي، عرضية هذه ممكن. يا سلام، الله ياهو جول، الله ياهو جول، الله ياهو جول. مشاري 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 المشهري وبالقميص رقم 16، قميص لاعب المنتخب السعودي المصاب. لألف سلامة للاعب خالد حجوي لاعب النصر السعودي، ولكن لا 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 لا, لا. مشهري عملها ليتقدم بهدف مقابل لا شيء. الكرة الآن سعودية، محاولة هدف ثاني. لا 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 لا، بلنتي 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 ذا المرة حسمت، وإن شاء الله تكون المباراة حسمت. صحيح إن سجلنا تبقى أصعب النتائج، اثنين مقابل لا شيء، ولكن لن نستعجل. أخذنا قادر على إضافة هدف ثاني ويعطي ألف عافية. هالمرة مصحصح شوي الإماراتي معانا، كان في سلايد خاطئ من قائد المنتخب البحريني عبد الرحمن السيد محمد، سحب الكره باليد وبذلك احد الاخطاء التسعه. ضربه جزاء سعوديه، يلا 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 يا اخضر، يلا يا اخضر، يلا يا منتخبنا. ان شاء الله ثاني الاهداف قبل نهايه هذا الشوط. اثنين مريحه جدا في مرمى البحرين، هدفين ستعتبر مريحه جدا جدا في مرمى البحرين. شوف حتى عبد الرحمن زعلان من نفسه، تسبب في هدف المنتخب الاوزبكي عندما استقبل كره خاطئه وكنترول خاطئ سجل منها جلال الدينوف. ولكن شوف المحاوله وركله الجزاء للمنتخب السعودي، وهدف ثاني، هدف ثاني من الافضل، هدف ثاني من الاميز، هدف ثاني من الاجمل. حسن العلي سجل، حسن العلي سجل. معلومة كذا عن اللاعب، ترى اللاعب تقريبا وصل لمستوى نضج ربما يتخطى فيه المليون. احنا نتكلم عن مفاوضات ربما بدأت قبل او كانت بادئة، او ربما في اتفاقيات ما بين اندية كبيرة وهذا اللاعب، ولكن الرجال يجمع الرجال راح للمليون تقريبا. عموما هدف عن مليون، اثنين مقابل لا شيء للبحرين. الاخضر يتقدم الان بهدفين مريحين. هنا المحاولتين، هنا الهدف الاول للمنتخب السعودي. حلوين يا كعبي، يا سلام، كرة عالمية من لاعب العالمي، عرضية تسديدة من زعيم المنتصف السعودي، تسديدة سعودي امتداد السريع الان عند كعبي، محاولة عند المهاري، اسلوب مرور، هذه جول، هذه جول، هذه جول، جول 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 كعبي، برافو يا خالد، ثلاثية سيمفونية سعودية على الطريقة البرازيلية، مهارة فردية من منتصف ملعب السعودية، كس مساحة مراوغة بواحد واثنين. شوف السعودي حاطه وين، على يسار العنبر. هدف ثالث للمنتخب السعودي، كعبي برافو يا خالد، ثالث اهداف للمنتخب السعودي، مراوغه ولا اروع، كسب مساحه، خداع، ذكاء، مهاره فرديه سعوديه، هدف ثالث سيمفونيه.